مستمرين معاك يا كابتن اسامه، واحد من اللعيبه اللي انا عارف على المستوى الشخصي ان انت يعني عارف امكانياته وبتعزه جدا، وواحد من اللعيبه اللي دايما بنقول عليها يعني صمام امان في خط دفاع النادي الاهلي، لاعب ابراهيم عبد الحكيم. ابراهيم برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. دايما الكابتن اسامه بيسالني عليك، كابتن اسامه يقول لي ابراهيم واحد من اللعيبه المهمه جدا المميزه. تحياتي الكابتن اسامه، كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، ومليون مبروك النهارده على الاداء ابراهيم. الله يبارك فيك يا فاروق. اول حاجه برحب طبعا بكابتن اسامه وضيوفه دكتور ثابت وكابتن حشيش. اول حاجه يعني الحمد لله كرم من ربنا، كرم كبير قوي، نتيجه كبيره على فرقه محترمه. نادي بيراميدز طبعا فرقه منظمه وفرقه كويسه، بس الحمد لله فرقنا من بدري ودوسنا ومتكلمين، وكابتن عبد الظاهر والجهاز كله متكلمين قبل الماتش. لازم يبقى الاداء يعني اللي يجي عندنا في ملعبنا ما يطلعش الا هو خسران، واحنا لازم نكسب على طول اي فرقه تجينا. وطبعا الكلام مع كابتن شوقي وكابتن وليد على طول بيحمسونا وعلى طول بيتكلموا معانا، الحمد لله يعني كرم من ربنا النهارده الحمد لله. ابراهيم بالنسبه لك قلب دفاع، تغيير الطريقه 4 ورا او 3 4 2 2، اعتقد دي بتدي لك مرونه افضل للعيب اللي يقدر يلعب في اكتر من طريقه او اكتر من شكل، بيبقى لعيب مميز جدا، وده عهدنا دايما باللعيب اللي بيلعب بقميص النادي الاهلي. طبعا الطرق 3 4 ورا بالنسبه لي يعني كمدافع انا ما بتفرقش كتير بالنسبه لي، اهم حاجه انا عندي يعني ما يدخلش في اي حاجه ودافع وتبقى في رجوله. انا في الثلاثه العب بقى في النص، العب يمين العب شمال، الحمد لله يعني شغال على الخط كله. وفي 4 برضو نفس الكلام، الخطه يمكن بنلعب من السنه اللي فاتت بيها 3 4 3 3 5 2 كل واحد الحمد لله يعني، وبنقدر نحافظ يمكن اقوى خط دفاع الحمد لله في الدوري، وهنفضل مكملين ان شاء الله زي ما احنا عشان نقدر ناخد البطوله ان شاء الله. اشكرك يا ابراهيم، ومستنيين منك كتير ان شاء الله تكون اضافه قويه جدا في الفريق الشباب، وتكون اضافه باذن الله خلال الفتره اللي جايه في الفريق الاول. ان شاء الله يعني مستنيين فرصه تقسيمه ايا كان لما بنطلع نثبت وجودنا، والحمد لله مستر كارلوس او كل الناس اللي فوق يعني عارفانا، وان شاء الله نحط رجلينا. انا عايز استغل برضك يا ابراهيم، ويعني من خلال قناه النادي الاهلي بتمنى الشفاء لوالدك، لان عارف ان والدك عمل عمليه صعبه جدا في كل المباريات، كان بيبقى موجود دايما معاك في كل المباريات. خلينا ان احنا نتمنى له الشفاء، وانت عايز تقول له ايه؟ يعني انا عارف انه عمل عمليه صعبه جدا، لكن خالص يعني تمنياتنا بالشفاء ليه خلال الفتره القادمه باذن الله. يعني والله هو اي كلام مش هوفي له حقه على طول، يعني مثلا من 13 سنه وانا في النادي هو ما سابنيش لحظه، على طول في ظهري هو طبعا ووالدتي واخواتي والاهل كلهم يعني. فيعني اول حاجه ربنا يشفيه وان شاء الله يقوم بالسلامه منها ويرجع تاني يساندنا في ظهرنا وزي ما كان معانا ان شاء الله. شكرا يا ابراهيم، وباذن الله يرجع بالف سلامه. شكرا شكرا فرق.